أحمد علاء الدين بعد التمريرة الجميلة من أكرم عفيف هذه الكرة عندما توغل في منطقة جزاء ويسدد الكرة بشكل صحيح من تحت حارس مرمى المنتخب الإيراني الأولمبي الهدف الأول. إذن الهدف الثاني كذلك عبد الكريم حسن يأتي في هذه المباراة بهدف ثاني جميل من كرة ثابتة ويضع الكرة في المرمى. ضربة جزاء للمنتخب الإيراني في الدقيقة 90 عن طريق أو هذه إضاعة كان نجم فيها حارس المرمى مهند نعيم وأدى مباراة كبيرة. الهدف الوحيد للمنتخب الإيراني في الدقيقة 90 علي كريم الذي أحرز الهدف في الدقيقة 90 طبعا بخطأ تكتيكي دفاعي للمنتخب العنابي، ولكن المنتخب العنابي